كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير هلا استاذ. انا عجبني التطبيع الصفرة هاي ما شاء الله. اهلا وسهلا، الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، ونعاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركة ان شاء الله. امين يا رب. النصر والتمكين والعوده الى دمشق وحلب والجميع المحافظات السوريه ان شاء الله. امين يا رب، الله يسمع منك. شو احلامك بالعيد؟ شو امنيتك؟ والله امنيتنا انه بس نرجع لبلدنا ان شاء الله، نرجع لحلب ونفتح دمشق ان شاء الله، ونصلي بالجامع الاموي الكبير ان شاء الله. انا شايف انه رغم القهر اللي عم نعيشه في جو فرح هيك الاولاد. رب العالمين، العيد بيضل عيد، فرحه العيد يعني، الحمد لله رب العالمين. هي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لازم نفرح بالعيد، بس في غصه بالقلب. شو بتتمنى؟ ما لك ابويا؟ لا بدي انت لحالك، لا تتنقل من ابوك. ما بتنقل منه لانه انا بحلم انه ارجع على ضيعتي. وين ضيعتك؟ اسمها عندان. عندان؟ بعرفها. مشتاق لعندان؟ بتتذكرها؟ العيد فيها كويس ولا اكوس هون؟ لا هنيك اكوس. ليه؟ لانه ديك اسمها ضيعتي وسط اهلي. شو كنت تلعب بالعيد هناك؟ ما كنت العب شيء، بس كنا مع اهلي هيك مجمعين. هون ما في جمعه. كل عام وانتم بخير يا وانت بخير، حياكم الله. كل عام. هاللبس الحلو ما شاء الله. والله هذا تراثنا، نحن ابناء عشائر وهذا تراثنا وهذا لباسنا. تعلموا اصول العشائر منهم ان شاء الله. ان شاء الله في دمهم ان شاء الله. ان شاء الله العادات العربيه والاسلاميه والعشائريه اللي فيها القيم الحميده ان شاء الله نربيهم عليها ونعلمهم اياها ان شاء الله. الله هي مع فنجان قهوه للحظ. مع فنجان القهوه، الله يعزك ويرفع قدرك. كل عام وانت بخير عمو. كل عام وانت بخير. انت بخير. شو هاللبس الحلو هذا؟ طالع بتجنن. تفضل عمي. بتحب العيد؟ بتحب العيد؟ أسامة كثير ولا شوي؟ كثير. كل عام وانت بخير؟ الحمد لله. كمان بتحب العيد؟ شو امنياتكم بالعيد عمي؟ شو أول شيء نتمنى إنه تكون الأمة بخير، وإنه الله سبحانه وتعالى يثبتنا على ديننا، وإنه يحفظنا إحنا وأهلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه نعيد العيد القادم في بلادنا وقبل العيد إن شاء الله. مرحبا حجيه. اهلا سلام. كل عام وانتم بخير بالهنا والسرور والصحه والسلامه، وان شاء الله تعالى الله يفرج علينا وعليكم جميعا. امين يا رب. امين ما شاء الله على الضحك يا عمي. من وين انت عمي؟ انا من جوباس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهل جوباس. الشباب كله من جوباس. بس عجبني العادات انه هيك كيف مش متجمعين. احنا هي عاداتنا من خلقنا. نقلتوها معكم؟ ايه، ولا متخلى عنها اصلا. كيف العيد هون؟ العيد هون احلى ولا بجوباس؟ هو شوف لك، لكن العيد غصته كبيره. نحن ضلينا 15 سنة بالسعودية، وقت اللي جينا عيد هونيك واحد كأنه خينقنا، وهون غصة كبير يعني في غصة هوني. مع العلم كل الشباب جواس اللي موجودين هون، لكن والله في غصة، في عصرة يعني. ما شو يعني عمر طويل وبعدت هلا يعني. ايه ايش بدنا نسوي يعني؟ هلا صرنا من نسيج جواس، من حجارها بالبيوتها كلها تركناها، مخلى الاشي اللي تركناه، ايش بدك تسوي؟ زيارة القبور اللي كانت هنا وكلها تركناها، القبور البيتين والطيبين تركناها هون، والدور تركناها، والمزارع تركناها، والأراضي تركناها كلها، ووكيلك الله، والله يفرج علينا وعليكم. آمين يا رب. شو أمنيتك عمي بهذا العيد؟ إن شاء الله وتعالى، إن شاء الله وتعالى نطلب من رب العالمين أنه الله يفرجها مثل ما سواها، يفرج علينا وعلى العالم كلياتها. آمين يا رب. آمين. الله يسمع منك يا رب. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا عمي. الله يعطيك العافية. كل عام بخير. الله يعطيكم العافيه. كل عام وانتم بألف خير يا رب. خير. طمنونا عنكم، كيف العيد؟ الله يسلمك. الحمد لله. كانوا عندكم عادي هاي الوقفه هيك؟ هاي من تراث بالضيعه. من وين ضيعتكم؟ جوباس. من جوباس. من جوباس. عم تطبقوا هذا التراث هون؟ نعم. هلا احنا متجمعين مو فقط في ادلب، من حتى معارض مصريه من حوالي ادلب. نعم. عملتوا هاي الجمعه؟ نعم. نعم. شو كيف شايف العيد؟ شو امنياتك؟ امنياتنا العوده بشرف وبي بدون زلد يعني. من وين انت؟ من جوباس. انت من جوباس؟ ايش قد عمرك؟ 12 سنة. امتى طلعت من الضيعة؟ من أربع سنين. متذكر الضيعة؟ ايه. متذكرها منيح؟ ايه. العيد هون أحلى ولا بالضيعة؟ الضيعة. ليه؟ هونيك أحسن، هونيك يعني كنا نطلع سوا نعيد، وهون كمان نفس الشيء، بس يعني بتضيع احلى. ضل الواحد بيته وضيعته ما هيك؟ ايه. شو بتتمنى؟ شو بتتمنى بالعيد؟ شو امنيتك؟ بتمنى نضل مجتمعين. نضل مجتمعين؟ ايه. يا سيدي هاي الامنيه كثير عظيمه وما حدا مدركها. ايه. ان شاء الله يا رب، كل عام وانت بألف خير يا روحي.